في مسيرها نحو الكمال الإنساني تتعدد آراء وتتنوع مفاهيم الشعوب. شيئاً فشيئاً تخطو المجتمعات نحو الاندماج غير اللاغي للخصوصيات والحافظ للحقوق والحساس تجاه الأقليات. بالثقافة والتنوير ومقاومة الهيمنة تطورت أنظمة الحكم حتى غدت الديمقراطية سدرة منتهى تداول السلطة في عالم اليوم. ذلك العالم المسمى أولاً لم يضحي كذلك إلا لأنه اتخذ من الثقافة مطية لميلاد إنسان جديد. بالقطع دفع الثائرون في أرجاء المعمورة الثمن غالياً في معارك مقاومة الاستبداد، غير أن ثلة من المثقفين والأدباء والفنانين نصبوا أقواس الحرية على امتداد تاريخ البشرية، فأصبحت كلماتهم ومواقفهم زاداً كلما تراجع عزم الشعوب. ألم يكن خليل فرح والتجاني وتاج السر الحسن وكجراي ثم من بعد ومن قبل ألم يزل معد شيخون؟ ألم يكن محمد الحسن سالم حميد على سبيل الاستدلال للحصر جبهة منفردة للمقاومة بالقصيد؟ تغني من التعب لا من كلاك دما، فهل يعني النهاية الموت؟ وين بعدك هناك سدى؟ أمن الغيم حيصابك على الأرض العزيز فدا، أمن الغيم حيصابك على الأرض العزيز فدا، حيصابك على الأرض العزيز فدا، حيصابك على الأرض العزيز. برحب في حلقتنا اليوم أولاً بالضيفة هبة خضر. أهلاً بك هبة. مرحب بضيفتي الثاني كمان الأستاذ عمر عشاري. قبل ما نبدأ حلقة اليوم خلونا إحنا وإنتوا نشوف أولاً الفيديو ده ومن بعد إحنا راجعين.
وسهلا من جديد بكل متابع ومشاهد لبرنامج سودان قدام. حلقتنا اليوم بعنوان يعني لطيف ومهم، ولازم الناس تحاول انها تبحث ما وراء الكلمات البسيطه اللي ممكن يكون الناس بتتعامل بها عاده في حياتها العاديه، عشان نعرف اصل الحاجات شنو، وعشان نشوف سودان قدام ده بشكل واضح وبشكل يعني معروف، خلينا نقول وشكل مهيئ لنا احنا ذاتنا عشان نعيش فيه. فسؤالنا لليوم في الحلقه، هل هنالك ديمقراطيه بدون تنوير؟ ده هو السؤال الاساسي. وبرحب مره ثانيه بضيوفنا هبه خضر. اهلا وسهلا بك يا هبه. اهلا وسهلا بكم، احنا مبسوطين انك معنا اليوم. انا كمان مبسوطه، ان شاء الله حيكون نقاش حلو. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. اهلا بك استاذ عمر عشاري مره ثانيه. مساء الخير يا فاطمه، وشكرا للاستضافه. يا هلا. واهلا كمان باستاذ فيصل حسن عن طريق اتصال مباشر. اهلا بك استاذ فيصل، كيفك؟ سامعنا كويس؟ كله تمام؟ اهلا اهلا وسهلا، سامعنا كويس. اهلا بك ومرحبا بضيوفك ومرحبا بمشاهدينك. يا سلام، اهلا وسهلا بك. ان شاء الله يكون نقاش ثري ونقدر به ونطلع بسؤال بإجابة للسؤال وبأسئلة تانية تحفزنا لأننا نعرف السودان الجاي حيكون عامل كيف وشكله عامل كيف. فأهلا بكم مرة تانية، وحنبدأ معك هبة. هبة، غياب ثقافة الديمقراطية ما بين مكونات المجتمع، هو ده ممكن يكون أكبر المشاكل لاستدامة الديمقراطية. رأيك شنو في الخلاصة اللي أنا ذكرتها دي والجملة اللي أنا ذكرتها؟ بالتأكيد يعني غياب الثقافة الديمقراطية بين مكونات المجتمع هو أكبر عائق لاستدامة العملية الديمقراطية، لأنه أحيانا يا فاطمة إنه طول الأمل بتاع الاستبداد بيخلي الناس تتماهى مع السلوكيات الاستبدادية وتمارس نفس السلوكيات تحت المستبد ذاتها يعني. وفي مداخل كثيرة للاستبداد ده، يعني الاستبداد ده ما اللي يجي توشك بدبابة وكده يعني. التشبث والتعنت في الرأي، ويعني الإصرار على إنه الزول بيمتلك أو المجموعة بتمتلك الحقيقة المطلقة، ده أول مداخل للاستبداد يعني. حاليا يعني في ادعاء كبير إنه الشعب السوداني يعني أو الانقلاب المرة دي لاقى رفض شعبي غير مسبوق في تاريخ السودان الحديث، وده كلام صحيح يعني إلى حد ما. لكن برضو في الناحية الثانية في مجموعة كبيرة من السودانيين بيفتكروا إنه يعني جاهم زي إحباط كده وفقدوا الأمل في القصة بتاعت الديمقراطية دي، فيفتكروا إنه نظام البلد دي ما بيحكم إلا يعني ديكتاتور وطني ولا مستبد ديكتاتور عادل، اللي هو دي يعني حاجتين ما بتلموا يعني. ما ممكن بأي حال من الأحوال الوطنية أو العدالة يعني تجي عن طريق الاستبداد يعني، دي حاجتين ما بتلموا يعني. فما لم يعني القوة اللي رفضت الانقلاب ده وقاومته من اليوم الأول تتحول يعني تؤمن هي ذاتها في الديمقراطية وتمارسها في نفسها، وتتحول من قوة مناضلة ومناهضة للانقلاب لقوة داعمة للتحول الديمقراطي، بمعنى انها تمارس ذاته في نفسها عشان تجيب الناس الأحبطوا وفقدوا الأمل وكان عندهم عدم ثقة في القصة دي. ما لم القوة النضالية تتحول لقوة انتخابية تقدر تحافظ لنا على استدامة العملية الديمقراطية دي، ما يعني ما حنصل للاستدامة. يبقى في مشكله الثقافه بتاعت الديمقراطيه دي اصلا هي ما في المجتمع، ولا في مكونات، ولا حتى مكونات المناهضه لكل الافعال اللي ممكن تمارس على وده يعني عندها اسباب مفهومه. أيوة يعني. أيوة. وسياقات مفهومه انه يعني كان في فتره طويله شديد من الزمن الناس يعني ما افواههم مكممه، ويعني مصادر حريتهم في التعبير انهم يعبروا عن نفسهم ويتكلموا ويتنظموا ذاته يعني. فمفهوم الغياب ده جاي من وين يعني؟ هل مفهوم طيب انه لحد الان ما قدرنا نصل ولا الخطوه الاولى مثلا فيه على حسب كلامك في اننا نمشي للديمقراطيه دي ولثقافه الديمقراطيه؟ هو طبعا انه احنا نمشي يعني، هو ما في ديمقراطيه من غير ديمقراطيين، ما الديمقراطيه دي بيعملوها الناس. فانت لو عايز تاسس لنظام ديمقراطي مستديم لازم تبدا بنفسك يعني، وتبدا بانه تمارس الحاجه دي يعني. وهي حاجه صعبه يعني، ما حاجه يعني سهله يعني، وبتحتاج وقت طويل وبتحتاج تضافر جهود كبيرة، وبتحتاج لأنه عدم يأس والناس يكون عندها ثقة في نفسها ذاتها إنها هي بتقدر تعمل الحاجة دي يعني. أيوة. ما في يأس وما في يعني، إحنا بدينا يعني إن شاء الله حنواصل يعني. إن شاء الله إن شاء الله. أستاذ فيصل سامعني، ما هو الفرق بين الثقافة الديمقراطية وديمقراطية الثقافة كمصطلحات؟ هل هم يعني وجهان لعملة واحدة ولا في اختلاف بيناتهم؟ والله هو شوفي، أنا داير أقول لك إحنا ثقافة الديمقراطية عندنا في غياب. الغياب زي ما قالت المداخله الاستاذه، يمكن يكون في ظروف موضوعيه كثيره جدا جدا ساقتنا للاتجاهات. فالديمقراطيه في مفهومها البسيط يعني انه انت تتيح مساحه للاخر تخليه يعبر عن نفسه وتتقبله بشكله يعني، بدون ما تحاول انك انت تغيره او تسيطر على مفاهيمه.
الحقيقة دي حقيقة في مجتمعنا نحن يمكن تكون غابت لفترات طويلة جدا جدا. الديمقراطية ذاتها هي كمفاهيم مرتبطة بالتعليم بالمناسبة، ونحن للأسف الشديد يعني عندنا قصور كبير جدا جدا في الحياة دي في السودان. يعني التعليم ما متاح بشكل كبير، يمكن في الفترات الأخيرة دي بقى متاح بشكل كمي ما بشكل كيفي. زمان أول أجيال القديمة التعليم كان يعني ما كان متوفر بشكل مريح بالنسبة للناس كلها. فالواحدة دي واحدة من الحياة خلقت يعني مفاهيم يعني بتاعت فكرة الديمقراطية دي قد ما فيش ما موجودة. تقبل الآخر بقى ما موجود، يعني أي إنسان بينطلق من ذاته، يعني ما عنده في مستوى تفكيره إنه في مساحة لآخر جنبه أو في مساحة لآخر معه موجود في نفس البيئة. فأنا يبدو لي بالإصرار بتوسيع معون التعليم، انتهاج سياسات جديدة في التعليم، والآن الوصاية بتاعت التعليم بقت كثيرة جدا جدا، ما بنقدر نتخطى المحك اللي احنا فيه ده ببساطة شديدة جدا، لأنه العالم الآن ذاته هو بقى يعني التطور اللي حصل فيه بقت المعرفة موجودة ومتاحة لأي زول يتلقاها ويهضمها ويكونك فكرة بعد ذلك. يقدر يمارس معرفته دي على المجتمعات ويسقطها بشكل ممكن يؤدي لتطور المجتمع، لكن إن وجد الفرق بين الثقافة الديمقراطية وديمقراطية الثقافة فهو حيكون شنو في وجه يعني وجه من الأوجه، ولا هم يعني وجهان لعملة واحدة ولا يوجد فرق بينهم؟ والله هي طبعا ثقافة الديمقراطية يعني جزء من مفاهيم الإنسان العادي الطبيعي اللي أيوة. موجود في الكوكب الأسد في العالم ده. الآن العالم بيبقى كله هو متحرك من خلال الديمقراطية الآن بقت جذر وبقت مفهوم أساسي جدا جدا لإطلاق العالم كله، كان صحيح. كان على شكل سياسي أو على شكل اجتماعي أو على شكل فراسي. فالثقافة الديمقراطية هي أمر واقع، يعني نحن لازم نتعامل معها بشكل أو بآخر، يعني لازم نطوع قدراتنا، نطوع مؤسساتنا التعليمية، مؤسساتنا الأكاديمية، مؤسساتنا التربوية، مفاهيمنا، تراثنا، لازم نطوع، لأنه نحن يعني لازم نحصل القصة بتاعة الثقافة الديمقراطية دي. لأنه هي دي قد هي ذروة سلام العالم الآن. صحيح. وديمقراطية الثقافة إن نقدر نتقبل الاختلاف اللي حبانا به وربنا ذاته في ثقافاتنا الكثيرة، وأيا كان أنت منو فئة مجموعة فئة 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 حتى إحنا كلنا متقبلين لك، فده ممكن يكون هو ديمقراطية الثقافة وشكلها العام. أستاذ عمر، كيف ممكن تنجح ديمقراطية بدون حاضر التنوير؟ وهل يمكن أصلا إنها تنجح الديمقراطية بدون الحاضنة دي عشان تحتويها؟ والله يا أخي أنا السؤال ده يعني أول حاجة أفكر إنه هو المقصود هل هي الديمقراطية ذاتها كثقافة يعني ولا الديمقراطية كنظام حكم. لكن بدل ما نغرق في الفروقات دي نتكلم إنه في كلا الحالين، يعني إذا كانت هي ثقافة الديمقراطية الموجودة لدى المجتمع المدني ولدى الشعب بصورة عامة أو الديمقراطية كنظام حكم، لابد طبعا من حاضنة بتاع التنوير. الحاضنة دي هي العلاقة ذاتها بينه وبين الديمقراطية، أنا بفتكر إنها هي علاقة ممكن نسميها علاقة تبادلية أو دائرية أو تأثيرية بتأثر في بعض، يعني يعني وجود مثلا نظام ديمقراطي بيخلي هذه القاعدة تتسع وتتوسع وتتحضر وكده، وحتى في أنظمة القمع بتكون برضو بتنتج القاعدة التنويرية دي من الفعل المقاوم، يعني مقاوم للحياة اللي أصلا الإنسان بطبعه عنده نزوع اتجاه الحرية، يعني فأي محاولات لقمع يعني حياته بشكل عام بيقدر انه هو يتحدى باشكال مختلفه. لكن اذا مشيت للامثله بس يعني انه هو وجود يعني وجود الحاضنه ده ضروري كيف حتى للعمليه أيوه. الديمقراطيه سواء كان في المثال العالمي او كان في السودان هنا، يعني حتى الاحداث الاخيره مثلا حصلت في النيل الازرق دي، الاحداث الاحتراب الاهلي ممكن يكون واحده من الاسباب الاساسيه اللي هو غياب التنوير وغياب الحاضنه دي وغياب التعليم مثلا، وانه احنا فشلنا ممكن نكون انه نخرج من الانظمه الحديث، يعني نتجه للنظام الحديث يعني اللي هو نظام الحزب مثلا بدلا من القبيله. يعني ففي اشكالات كثيره جدا بتلقى انك انت لازم يكون الحاضنه بتاعت التنوير دي يتم العنايه بها باشكال مختلفه حتى انها تواجه التحديات في بلد نامي زي السودان. اذا مشيت للمثال العالمي بتلقى مثلا حتى في دول ديمقراطيه فيها مثلا قديمه، مثلا اذا اخذت المثال بتاع الولايات المتحده الامريكيه مثلا تلقى انه العمليه الانتخابيه اللي جاء عن طريق رئيس اسود صبغتها يعني القاعده التنويريه دي في شكل سينما، في شكل ستاند اب كوميدي، في شكل مسرح. يعني كان في رئيس اسود في افلام
كثيره جدا لحد ما جاء الحاجه دي بقت واقع يعني هم استبقوا الفعل السياسي ده قبل وما معناه انه النموذج ده هو النموذج الباهر ولكن بالتاكيد ان احنا متاخرين شديد جدا من استعمال الحاضنه التنويريه دي في انه احنا تتجه بينا اتجاه الامام حتى هم هناك مثلا لما يكون زي جورج فلويد ده يعني مثلا يموت تحت يعني نفسه مكتوم ليه لانه برضو القانون ما كفايه عشان يحمي لازم التنوير يكون هو السبب انه يحمي المجتمعات دي من الافعال زي دي يعني الفكره ذات النمطيه بتاعت انه السود في مجتمع محدد هم يتم مجابهتهم بشكل عنيف للدرجه دي اسبابه حاجات كثيره جدا هي غياب التنوير او يعني فشل المؤسسات التنويريه دي انها هي ترفع من الوعي والادراك حتى زي الشرطه ده يعني مثلا يعني اذا اخذت مثال يعني مثلا انه هم حتى برضه في الافلام بتاعتهم بدوا هسه يعني في 10 سنين او ممكن يكون اكثر انهم هم يبدا الشريف في الفيلم أيوة. يكون زول اسود يعني لزمن طويل جدا أيوة. كانت هي مقسمه انه البيض هم هو الشريف وهو المامور وكذا وبتاع أيوة. والمجرم هو الرجل الاسود او المراه السوداء ايوه طيب انت قلت مؤسسات التنوير وريني ممكن مؤسسه تكون مؤسسه التنوير كيف زيات مؤسسات مثلا يعني مؤسسات التنوير دي انا بفتكر انها هي يعني بتشمل حاجات كثيره اللي هي يعني مثلا اذا تكلمنا عن دور السينما اذا تكلمنا عن المؤسسات حتى المؤسسات الرسميه زي الوزارات الموجوده مع انه العالم طبعا ما كله ماشي بالنموذج ده يعني لكن يعني جهه تضع السياسات الثقافيه دور للسينما مسارح البنى أيوه. التحتيه اللي بتاسسها الدوله او تؤسس عن طريق القطاع الخاص او تؤسس عن طريق المجهودات الاهليه ذاتها في اي دوله عشان انها هي يعني تبث هذا التنوير يعني احنا بنلقى ان احنا في السودان عندنا حاجه كده زي ثقافه الفقر يعني تلقى انه اي في حاجات المبدعين حاولوا يعني بمجهودات كثيره جدا ورغم يعني شظف العيش ورغم الامكانيات القليله خرجوا الى الشوارع وعملوا مسرح الشارع وعملوا ما بعرف السينما المتجوله والمسرح المتجول لكن ده كله ليه لغياب البنى التحتيه البنى التحتيه ما موجوده اذا انا مثلا داير يعني انا اذا موجود في حي محدد وجاني السيرك او جاتني السينما في يوم من الايام او جاني المسرح يا اخي انا داير القاه الاسبوع الجاي ما حلقاه هو متجول وجا غاشيني وماشي انا داير مؤسسات راسخه موجوده أيوة. انا اقدر اقطع التذكره بتاعتها وعن طريق يعني مجاني انا ادخل واكون مرتبط بالمؤسسات أيوة التنويريه تكون عندها يعني استدامه ما بس تجيب تمشي وكذا وزي المكتبات برضه اضافه لكلامك وكل حتى المؤسسات الحكوميه قد تكون في بعض الاحيان هي مؤسسات تنوير اذا كانت الثقافه هي الهدف الاسمى للدوله ذاته ولمؤسسات الدوله بالتأكيد. جميل جميل جدا استاذ فيصل الثقافه عندها دور في مقاومه الهيمنه هل ممكن نقول انه الهيمنه هي نقيض للديمقراطيه بانها هي بتشوه لنا مفهوم الحريه عموما والاراده؟ استاذ فيصل سامعني؟ سامعك تمام، هل الثقافه عندها دور في مقاومه الهيمنه؟ بالتاكيد طبعا بالتاكيد كيف حيكون الدور ده فعال؟ هو في مفهوم الثقافه ان هي التنصرات بتاعت حياه الانسان يعني انا اقول لك كل التيارات المقاومه في العالم ايوه ضد الديكتاتوريات ضد الانظمه القمعيه هي توسلت وسائل ثقافيه طبعا يعني برضو مثل بسيط المقاومه الفلسطينيه بكل الضخامه بكل سنينها في عشرات السنين اكبر مظهر ظاهر في المقاومه الفلسطينيه هو صوت الشاعر محمود درويش يعني هو صوت المقاومه الكبير جدا صحيح. جدا اللي كان بيفضح العمليات البشعه اللي بيتعاملوها الاسرائيليين مع المواطنين العاديين الفلسطينيين في هدم منازلهم في انتهاك حقوقهم الانسانيه في منعهم ممارسه حياتهم فصوت المقاومه صوت كبير حقيقه جد يعني محمود درويش العالم كله الان يعرف محمود درويش كشاعر تجاوز انه هو شاعر مقاومه فلسطينيه تجاوز اللي بقى انه هو شاعر المقاومه عموما مقاومه أيوة. الاستبداد في اي حته في العالم صحيح زيه عندنا كثير من الامثله كمان المظاهر الكبيره جدا جدا في امريكا اللاتينيه يعني توسلات المقاومين بالفنون من شعر لموسيقى لتشكيل لروايه أيوة. يمكن هي اللي ورت العالم شكل البشاعه بتاعت الاستبداد والديكتاتوريات اللي كانت حاصله في امريكا الجنوبيه ولولا الشكل المقاوم الثقافي ده ما كان في زي عرف انه امريكا الجنوبيه حاصل فيها شيء في كثير من الامثله كمان المحليه والسودانيه عندنا سميح القاسم عندنا حميد كلهم كانوا كتبوا حاجات بقت فعلا هي زاد للشعوب المناضله والمقاومه لكل سميح القاسم عفوا وغسان كنفاني هي من الاسماء العالميه وكمان من الاسماء المحليه عندنا حميد ف
ممكن يكون فعلا الثقافه عندها دور في مقاومه الهيمنه. ده يعني ملخص لكلامك استاذ فيصل. هبه نرجع عليك ونقول انه غياب الهدف والمشروع الثقافي الوطني هل هو غياب عن التقدم للمستقبل؟ يعني ما يكون عندك رؤيه واضحه. هو المشروع الثقافي الوطني ده يعني اللي بيعملوا منه يعني هو يعني هل احنا كسودانيين حقيقه يعني بنعرف بعض؟ ما الإنغاز كان عندها مشروع وسمته المشروع الحضاري وعملت فيه على إعادة صياغة الإنسان السوداني وفق تصورات بتاعت مجموعة بسيطة قرروا إنه السودانيين كلهم المفروض يكونوا يعني ما عاجبينهم كذا المفروض يعيدوا صياغتهم من جديد. خلينا قاطعك، نجحت؟ بالتأكيد لا، يعني ما ورثتنا حاجة غير الاحتراب والاقتتال وانتهت بانفصال دولة جنوب السودان. صح. يعني ف قبل ما نقول مشروع ثقافي وطني اللي بيعملوا منه المشروع الثقافي الوطني ده هيعملوا السودانيين كلهم مع بعض؟ هل احنا كسودانيين بجد بنعرف بعض؟ يعني السودان ده بفكر انه كبير شديد وفيه من التنوع الثقافي يعني من التعقيد ما بيخلي معظم الناس حتى لما يتكلموا عن التنوع حقه وادارته يعني بيتناولوه بتبسيط مخل. يعني احنا كسودانيين بنعرف بعض، بنعرف انه احنا بنحلم بشنو. ف إذا كان في مشروع ثقافي وطني المفروض نفكر إنه هو قدر شنو يعني يكون بعبر عن كل الشعوب السودانية وعن ثقافتها، ونراعي للقصة بتاعت إنه كان في يعني إخصاء وقهر ثقافي لمجموعات يعني طوال الفترة بتاعت ما بعد الاستغلال يعني. أيوه. فمفروض يكون في يعني جد تقبل الاختلاف الديمقراطية اللي إحنا قلناها ديمقراطية ثقافية دي ذاتها إحنا بالضبط كده. ومفروض يعني نراعي لل يعني يكون في يعني توجهات الحكومات الديمقراطية اللي حتجي تكون في زي سياسات تصحيحية تعالج الإقصاء والقهر الثقافي التاريخي اللي تعرضت له جماعات معينة يعني في الشرق وفي الجنوب وفي يعني هو من ده طبعا بيرجعنا لقصة المؤسسات التعليمية وهي بتتكلم بياتو لغة يا هو أجهزة الإعلام وبتتكلم لغة ياتو يعني طريقة لغة ياتو مجموعة، وهل بتعبر عننا كسودانيين كلنا ولا بتعبر عن ثقافة بتاعت مجموعة بسيطة من السودانيين؟ يعني احنا في الحلقة بتاعت نقاشنا دي يعني بوجود يعني عدد من الناس برضو في الجمهور ممكن يكونوا متفاعلين لقدام انه هل فعلا احنا كان عندنا مشروع ثقافي وطني ولا هي تيارات فكرية مختلفة؟ هل هي مشاريع ثقافية كانت بتخدم خطوط سياسية محددة، بتخدم مجموعات زي ما هي قالت يعني انها هي مجموعات محددة حاولت انها تعمل ثقافة الهيمنة وتهيمن على ثقافات اخرى؟ هل الانسان السوداني بمختلف تواجده في مناطق مختلفة شاف نفسه في مرآة الاجهزة الاعلامية وفي الدستور وفي اي انتاج يعني مثلا ثقافي ولا لا؟ يعني دي كلها اسئله احنا ممكن الحلقه دي ذاتها تطلع باكثر ما تطلع باجوبه تطلع باسئله. ايوه من الاسئله ذاتها انه مثقفين الثلاثينات والاربعينات يعني كان عندهم اوضاع قد تكون مختلفه ثقافيا واحسن من الهسي، ما قدروا ياسسوا للمشروع ده يعني او ما كان ثابت كفايه لانه يستمر حتى زي ما قلت لك. انا بالنسبه لي انا بفتكر انه هي كانت في تيارات فكريه وكانت في يعني محاولات يعني لمشاريع ثقافيه يعني في فترات مختلفه في مايو وحتى بعد خروج المستعمر مباشره وحتى حتى الانغاز يعني الانغاز عندها طبعا. انا بفتكر يعني هسه مثلا ممكن اقول راي يعني ممكن اقول انه هي كان عندها مشروع ثقافي الفعل يعني بفتكر ان احنا بعد ما الناس انجزت الثوره ما كان في اي وضوح لملامح بتاعت عمليه بتاعت مشروع ثقافي. الانغاز عندها مشروع ثقافي تتفق او تختلف معه، ادى لحاجات زي ما قالت هبه مؤلمه جدا وادى لتاخر شديد، لكن هو كان في حاجه متماسكه، كان في حاجه مفهومه، الناس اللي كانوا بيعملوا في حاجه وجيروا كل الاجهزه بتاعت الدوله لصالح المشروع بتاعهم ده يعني، لكن يعني عنده ملامح عنده حدود. لكن احنا هسه اذا عملت اي قرايه سريعه مثلا فتره الحكم الانتقالي بتلقي فيه غياب واضح للمشروعات الثقافيه وغياب واضح لانه ما في اي حاجه اتكونت خلال الفتره دي. وطبعا هسه الفتره الحاليه طبعا برضه يعني مشابهه من الناحيه شد دي ظلاما يعني حتى من ديك. طيب انا ادرك كده يعني زول عندك خبره في المشاريع خلينا نقول الثقافيه ومشروعك الاخير الثقافي مقهى كتابي عديل، فمقاومه ثقافيه كيف تقدر تعرف لي المصطلح ده؟ والله احنا لما طلعنا بالفكره هو طبعا ما طلعنا بها احنا اصلا، هي الفكره بتاعت المقاومه الثقافيه دي موجوده يعني وبتاخذ تعريفات مختلفه يعني مثلا في ظل يعني هي ذاتها بتتعرف باشكال مختلفه في ظل العولمه وفي ظل محاولات انه النظام العالمي ذاته يكون عنده توجهات ثقافيه احاديه
ومستفيد من الثورة الرقمية الضخمة دي. أيوة. بيحاول انه يخلي كل الثقافات في العالم هي في شكل حاجة واحدة، لكن هي ذات الناس استفادوا حتى من الوسائل اللي حاول النظام العالمي بقى انه يفرض ثقافة واحدة. انه الناس استفادوا من الوسائل دي انه برضو الثقافات المحلية قدرت تستفيد من الوسائط دي وانها تطلع للعالم برا. لكن انا قصدت طبيعي يعني او قصدت من الاستلاف بتاع المفهوم بتاع المقاومه الثقافيه انه احنا ما نركن للحاله اللي هسه حاليا بنواجهها كلنا يعني في السودان اللي هي حاله بتاعه الاكتئاب وحاله الحزن وحاله البعد عن الثقافه، يعني اول تعامل مع الثقافه باعتبار انها كانها حاجه ترفيهيه وذاته ما حاجه ضد الترفيه ذاته كمفهوم، لكن ينبغي انه الحاجه تكون موجوده، الحراك ده لازم يكون موجود، الفنانين لازم يكونوا موجودين، الموسيقيين لازم يكونوا موجودين، الشعراء لازم يكونوا موجودين حتى في ظل حراك سلمي مقاوم يعني بشكل سياسي. الثقافة يجب أن لا تغيب، يعني هي حاجة موجودة لازم تكون موجودة في الأنظمة الديمقراطية وتكون موجودة في الأنظمة الشمولية ويكون ما في انقطاع يعني في مسيرة الحراك الثقافي. ففكرتنا عن المقاومة الثقافية هي بالشكل ده، أنه في الوقت الناس كلها بتخرج فيه للمواكي وبتخرج فيه هنا بتحتاج احتجاج سلمي وبتحاول تسترد دولة المدنية والديمقراطية، برضو انه الحراك الثقافي يكون بشكل موازي موجود ويكون موجود في الشارع واصلا موجود بالمناسبة في طبيعة حتى الحراك السياسي ده، يعني بتلقى حتى الاهازيج الناس اللي بيقولها دي والاغنيات والطبول والاغنيات والشعر اللي بتقال في المواكب ده، ما هو دي شنو؟ دي ما حركة الثقافة موجودة. أيوة موجودة في الحصاد وموجودة في الحراك السياسي وموجودة في الثقافة وموجودة في المسارح ويجب ان تبقى وتستمر يعني. أيوة صحيح. طيب الوظيفة بتاعت الفن عموما والثقافة ما بس ترفيه، هي فيها كمان وظائف تانية، يعني هي منها رفع الذوق العام للإنسان ومنها ما منها إرضاء الذوق العام، لأنه كده حيبقى الموضوع فيه متاجرة. فرأيك شنو في الجملة دي، إنه أنت بتعمل فن والله جملة ما عشان جملة مفخخة طبعا. أيوة. جملة مفخخة لأنه يعني الفكرة بتاعت إنه أنت يعني مثلا بتقسم يعني العملية ذاتها عموما العملية الفنية دي أو العملية بتاعت الثقافة يعني النظر لأي ثقافة بتاعت أيوة. أي مجموعات سكانية بمنظور يعني كده عالي وأنت قاعد في منصة عالية وبتنظر للحياة، والجدل ده موجود يا فاطمة هسه في حاجات كثيرة، يعني مثلا موجود في ما يلي أغاني الزنق، موجود في ما يلي الفنانات اللي طلعوا في مناطق يعني أيوة. بيغنوا أيوة أو بيغنوا يعني. لمجموعات محددة. أنت القصة بتاعت إنك تعتبر إنه في محاولات لترقية الفن وبتاعي، أنت ما مفترض في رأيي الشخصي يعني إنك مفترض ما تهاجم، لكن أنت قدم مشروعك الثقافي البديل يعني إذا هو عنده الجاذبية المناسبة بيقدر يخترق وبيقدر يعمل حاجة مختلفة، لكن طالما إنه في إنتاج فني ولا إنتاج ثقافي يعني ملتفين حوله مجموعة من الناس يبقى دي في معايير محددة قاعدة تحكم الحاجة دي. لكن أنا بس برضو بفتكر إنه الانغلاق وبفتكر انه الدولة الشمولية برضو ليه لانها هي بس برضو بتغلق الابواب اتجاه حاجات كثيرة جدا. العملية دي ذاتها ما بتتطور حتى في اذا 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 اخذت اغاني الزنك دي ذاتها حتى الاغاني بتاعت أيوة الزنك دي اذا في ناس كتار بيصفوها بانها هي نوع من انواع الفن المتدني وانا ضد النظرية دي، لكن بفتكر انها ما لقت حتى الفرصة انها تتطور يعني حتى من ناحية موسيقية لا ما موجود، البنى التحتية ما موجودة، الادوات ما موجودة، الانفتاح ما موجود، العملية ذاتها بين المعسكرين عملية هجومية ما فيها محاولة بتاعت ممكن هنا نرجع لثقافة الديمقراطية انه انت تقبل الفن الاخر، انت ما انت بتحب نوع معين من الفن، في فن ثاني عنده معجبين عنده محبين، في افلام عندها معجبين ومحبين، في بالضبط هنا احنا نرجع للديمقراطية واهم من تقبل انك تنتج. أيوة. تنتج عشان أيوة. دار تقاوم بتفتكر انه في فن رديء، بتفتكر انه في حاجه متاخر، طوال انت تنتج موسيقى ضعيفه، انت تقدم النموذج الثاني وبعد ذاك حاول انك انت تروج له بحيث انك انت هي مع عمليه بتاعت بضاعه. أيوة. انت بتخطها في السوق والناس بيقوموا بيشوفوا اذا لقوا بضاعه وما اجمل البضاعه اذا كان تنافس على يعني الوعي. استاذ فيصل ان شاء الله تكون سامعنا برضه، وكان سامع استاذ عمر. وظائف الفن والثقافه عموما هي انها ترفع الذوق العام وليس ارضاء يعني الذوق العام، فرايك شنو في الجمله دي وتعليقك كمان على استاذ عمر؟ تفضل. وبالتاكيد طبعا يعني هو المجال الثقافي طبعا هو مجال مفتوح ومجال ديمقراطي لانه كله يدلو بيدلو كله يدلو بيدلو، ده معناته في اكثر من تيار اكثر من صوت اكثر من تيار اكثر من صوت، معناته في تلاقح الأفكار، معناته في تذوق للأنماط بتاعت الفنون. التلاقح والتذوق ده هو ذات بيرفع من إمكانيات الفنانين الموجودين. أنا كان لي كفنان لما أكون قاعد أنتج في مادة فنية وفي زميل ثاني بينتج في مادة فنية، أنا بتحسس المادة الفنية دي بتحسس نجاحها من خلال الزميل الثاني وبتحسس نجاحاته عشان أنا أقدر أطور بها مشروعي أنا ذات يعني. فالقصة بتاعت إنه يا أخي المعونة الثقافي ده الكبير بالمعنى ده النوع ده هو بالمناسبه يعني اداء بتاع
بتاعت نجاح المفترض تكون وهذا بتاع الجمهور ما بتاعت احتراف. يعني احنا بنتكلم عن انه نحن كيف نستفيد من امكانيات بعضنا، كيف نستفيد من فنون بعضنا المتنوعه، كيف نستفيد من انماط حياتنا المتنوعه، كيف نستفيد من تعدد الاصوات. فنحن الله حبانا حقيقه يعني بوطن متعدد في لهجاته في لغاته في فنونه في ازيائه في نمط عيشه في 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 كسب عيشه. الحاجة دي المفروض تكون يعني دافع لانه نحن نطور 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 الموجود عندنا ده، مش نحاول نختزله في منطقة واحدة. يعني السيطرة الثقافة العربية الحقيقة في السودان خلقت أزمة كبيرة جدا جدا. يعني السودان موجود فيه كمية من الثقافات المتعددة واللغات المتعددة. في شمال السودان في لغة نوبية عريقة جدا جدا يمكن لمدة آلاف السنين كانت مسيطرة على العالم. على الجهة الشرقية في التنمية التكتية يمكن خاضت حروب مع الفينيقيين ومع البيزنطيين في الوقت ذاك. السودان بشكل ده ما كان معروف ذات، يعني عندهم لغة وعندهم تراث ضخم كبير جدا جدا نحن مفترض نستفيد منه. كذلك في المناطق الغربية في نمط حياة وفي سلوك وفي فنون، في حاجات كثيرة جدا جدا نحن لحد الآن ما قدرنا نلم الأطراف بتاعت السودان دي كلها في منطقة واحدة ونحاول نقدمها للعالم الثقافة حقتنا. يعني دي مشكلة كبيرة حقيقة جدا. يعني والله كلامك مقنع، وهي دي المشكله اللي احنا واقعين فيها من زمان استاذ فيصل. وفعلا كلامك في النص انه يعني بنعاين الاختلاف بعض كانه تشوفوا ده مختلف مني، لا مش يا سلام عنه ده مختلف مني. فهي هبه نتمنى انه في الازمان القادمه وفي الزمن ده تحديدا نقدر نقيمها ونقدرها اكثر، لانه حنستفيد منها بلا شك. احنا حنطلع للاسف فاصل ونقطع النقاش بتاعنا، واحنا دارين نسلم ونرحب بكل زول قاعد معنا داخل الاستديو وكانوا حريصين يكونوا معنا في الحلقه بتاعت الثقافه والمقاومه والديمقراطيه. حناخذ مشاركاتكم ونسال ونجاوب مع بعض، ونقرا كمان تعليقات موجوده على صفحتنا على السوشيال ميديا على فيسبوك. بس بعد الفاصل خليكم معنا. أهلا من جديد بكل متابع لبرنامج سودان قدام، وأهلا كمان برضو بضيوفنا الأكارم الموجودين معنا، وأهلا كمان بالحضور اللي حيكون جزء من نقاشنا في الفقرة الجاية. كان في صفحتنا على الفيسبوك في صفحة القناة موجود سؤال حلقة اليوم: هل يمكن استدامة الديمقراطية بدون تنوير؟ وما هي العلاقة بين الثقافة والديمقراطية والتنوير؟ في السؤال الأول كان نسبة الناس اللي جاوبوا على السؤال بنعم هو 36%، واللي جاوبوا بحد ما كان 64%. أما من الإجابات اللي وصلتنا واللي اخترنا إننا نقرأ منها، كان دكتور إيهاب عبد الله عباس العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والتجارة في جامعة شندي، وقال: التنوير هو الاستخدام العام لعقل الإنسان في جميع القضايا، وتبني شعار لا سلطان على العقل إلا العقل. أما الثقافة تعرف على إنها نظام يتكون من مجموعة من المعتقدات والإجراءات والمعارف والسلوكيات التي يتم تكوينها ومشاركتها ضمن فئة معينة، والثقافة التي يكونها أي شخص يكون لها تأثير قوي ومهم على سلوكه. من الآراء كمان يوسف علي، هو ناقد درامي متخصص، قال: لا يمكن لأمة أن تنال ديمقراطيتها بدون تنوير، والتنوير السياسي أهم من يعني مناهضة الأمة للديمقراطية. ومن التعليقات أيضا عز الدين حبيب: نظام سياسي ديمقراطي بدون مجتمع متنور ممكن، ده تعليقه. الهند ونيجيريا وكولومبيا تعتمد الانتخابات كوسيلة سلمية للوصول للسلطة، لكن في ذات الوقت تمتلك حكومات ينخر الفساد، الرشوة، المحسوبية، ومجتمع متفاوت طبقيا.
من الآراء أيضا سامر خليل أحمد خليل، هو عضو لجنة مقاومة الصافية، وقال ما أفتكر يمكن استدامته بدون الوعي والإدراك الموضوعي لقضية الديمقراطية ووجوب رسوخها في أرضية صلدة من المعرفة المجتمعية. وده برضو بيواصل حديثه بتبرز أهميته في خلق التعايش السلمي بين الثقافات المختلفة وخلق الحوار الديمقراطي ما بينه، وده مصدر ثراء لمجتمع متباين وفيه قدر كبير من القبلية لا يزال. أما كمان من الآراء البراق النزير الوراق، المستشار الصحفي السابق لرئيس الوزراء، وقال رأي المتواضع أن التنوير هو في الأصل مشروع ثقافي قائم على المعرفة وتطويرها باستخدام العقل والمنطق، ويستمر التنوير لكي يتحقق علينا محاربة التخيل الذي يقوم على الأوهام وصولاً للظلمة الكاملة. ومحاربة التخيل أضاف إنها هي عملية ضرورية أكثر من محاربة الجهل مثلاً، لأن الجهل هو معرفة نسبية وهو ما يمكن تغييره بمحاولة إطلاق المعرفة بتفعيل النشاط المعرفي وعبر شحذ أدوات مثل التفكير والتفكير المضاد وطرح الأسئلة وغير ذلك. وبواصل حديثه، ومن ثم قسمة الناتج من هذه العملية الجدلية تتحول إلى تنوير. أما الديمقراطية فهي الوعاء الذي تتوفر فيه وعبره هذه الأدوات بكلياتها، ولا تتأتى استدامتها أي الديمقراطية إلا بتنظيف هذا الوعاء بشكل دوري وراتب من شوائب الاستبداد والتسلط بكل أنواعهم الاثنين عبر التمسك بذلك كعملية بنيوية. دي كانت تعليقات، بعض التعليقات الموجودة. أيضا في تعليقات على صفحتنا على الفيسبوك، منها نيدو التركراوي قال لا يمكن استدامة الديمقراطية بدون تنوير العلاقة، للتنوير بدون الثقافة يعني العلاقة بيناتهم. شكرا لك نيدو. وكمان من التعليقات محمد عبد العزيز فريحة برضو قال السلام عليكم ورحمة الله، العلاقة بين الثقافة والتنوير هما وجهان لعملة واحدة، أي أن التنوير هو مصطلح فلسفي بحت، هو دعوة للمواءمة بين الأخلاق والمعرفة بصفته سؤال فلسفي يناظر البحث في الحقيقة في دوامه، في دوامة عفوا ما نعيش فيه هو في شك وعنف وتطرف. أما الثقافة قال فهي مهمة نبيلة في مواجهة الهجمة الشرسة اللي هي المنجز الحضاري والإنساني. وشكرا جزيلا. شكرا كمان لأحمد عباس قال يجب أن يكون هنالك مركز بالخرطوم والولايات لترسيخ الديمقراطية. من التعليقات أيضا محمد يوسف أحمد وقال تقريبا ما في علاقة كثير، لأنه الثقافة مهمة لكل إنسان وبتزيد من وعي الإنسان، لكن التنوير بمسمى العلمانية طبعا إحنا قال ما فهمينه غلط، إحنا ما فهمينه صح ففهمينه غلط، ده تعليقه. أما أخيرا أحمد عبد العزيز صديق أيوة قال لا يمكن اتخاذ البندقية أو الجيش الميليشيا حارسا للديمقراطية، التعليم والتنوير هو أفضل حارس للديمقراطية والحرية. وقال كمان أيضا لابد للديمقراطية من رافعة، وهذه الرافعة هي تجذر وتشرب المجتمع بقيم التمدن والتحضر والحرية، ومن دون ذلك ينقض كل مغامر جاهل على السلطة، ينقض كل مغامر جاهل على السلطة كلما سنحت له الفرصة. قال المشوار طويل قدامنا في السودان، لكن السودان يستحق أن نحارب من أجله. دي بعض التعليقات الموجودة على صفحتنا على الفيسبوك. شكرا لكل زول يعني أخذ من زمن وشاركنا وعلق لنا، ولسه البوست موجود، ممكن الناس لسه تثير نقاش وتفتح نقاش في عنوان حلقتنا لليوم، إنه التنوير والديمقراطية، وهل يمكن استدامة الديمقراطية بدون تنوير، والعلاقة ما بين التنوير والثقافة. فالجمهور موجود وإحنا سعيدين به جدا، وحنشوف وحنسمع منهم كمان. عندنا مصطفى عبد السلام هو أول المشاركين معنا، احنا سعيدين جدا انه يكون معنا بلاك سكوربيون، هو واحد من الشباب اللطيفين جدا، وبتكلم يعني بيغني وبيوصل صوته بالهيب هوب، وكان عنده فيديو قبل فتره منتشر وناجح جدا اخرجه للاستاذ القدال حسن. فاولا اهلا وسهلا بك، احنا سعيدين انك تكون معنا اليوم. شكرا يا استاذ، انا سعيد برضو انه كنا حضور في الجلسه الجميله دي. شكرا على المقدمه. وطبعا لانه الموسيقى بتاعت الهيب هوب في السودان يا دوب جديده، فانا لما لقيت الفرصه دي حبيت انه اجي امثل الشباب اللي بيغنوا الهيب هوب. الزمن ضيق، انا حاخش طوالي. طبعا يعني ما في زول بيختلف انه التنوير هو واحد من الحاجات الاساسيه اللي ممكن تودينا للاتجاه بتاع الديمقراطيه. ويمكن ظهور مصطلح الديمقراطيه ذاته في اثينا في اليونان سبقته حركه بتاعت التنوير اللي هي ظهور الفلسفه اليونانيه. يعني لو ما ظهرت الفلسفه في اليونان ما كان شفنا المفهوم بتاع الديمقراطيه اللي احنا يعني بنتكلم عنه. غير كده الحركه بتاعت النهضه في اوروبا بدايتها كانت في ايطاليا، بدت برسومات مايكل انجلو بالنحت بكده. حتى التنوير ذاته، عصر التنوير يعني كتاريخ له، بدا بالروايات بتاعت فولتير اللي كان بيكتبها. لكن انا دار امشي في اتجاه مختلف شويه.
انا بالنسبه لي في مشكله عندنا في السودان، انه المشكله الاساسيه في انه نحن عندنا مشكله ايديولوجيه في السودان. المشكله الايديولوجيه في السودان دي بتخلي انه التنويري ذاتهم اللي عندنا في السودان، سواء كانوا كتاب سواء كانوا فنانين سواء كانوا شعراء، وهم يعني للاسف في جزء كبير منهم كانوا بيدعموا دكتاتوريات يعني، وده كلام موثق قاعد يعني في 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 يعني كتاب كبار انا ما ادري اسميه بالاسماء كانوا بيدعموا انظمه دكتاتوريه يعني. في فنانين وفي شعراء كتار كانوا بيدعموا انظمه دكتاتوريه يعني. فدي برضه حاجه نحن المفروض يعني السؤال ده انا داري اخلي الـ 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 الضيوف هم يتكلموا عنه، لانه دي مشكله انا بالنسبه لي. الحاجه الثانيه بعد ثوره ديسمبر المجيده، هو فعليا في كان مساحه كبيره للفنانين انهم يعني بدل ما هاي الحاله كانت ثوريه والناس يعني الفنانين والمبدعين اشتغلوا، لكن بعد ما الثوره نجحت بقت في مشكله انه هم ذاتهم ما قدروا يمشوا لقدام ويكونوا مؤسسات ديمقراطيه، لان الديمقراطيه بتتكون من تحت ما بتجي من فوق. ودي حاجه انا شايفها كويس انه الصحفيين شغالين في الحاجه دي، لكن غير كده الناس اللي شغالين في قطاع التنوير كلهم ما في يعني، ما في نقابه قامت، ما في فدي برضه حاجه المفروض الاساتذه يناقشوها. وشكرا. شكرا شكرا جزيلا لك مصطفى عبد السلام. في سؤال عنده مداخله ثاني؟ تمام تفضلي، عرفينا بك اول باسمك. عنان عبد الله. عنان عبد الله، نسوية ومهتمة بالتغيير المجتمعي وقضايا النوع. يا هلا. عاوزة أتكلم في كلمة التنوير في حد ذاتها. لما نقول كلمة تنوير معناتها بنقصد في الجهة الثانية إنه في ظلام ما، صح؟ فأنا بالنسبة لي الكلمة دي شوية فوقية، يعني ممكن نقول ننشر الوعي، نرسخ الديمقراطية وهكذا. لأنه لما نجي بالشكل بتاع القواعد مثلا في لجان المقاومة أو غيره عندنا مشاكل كثيرة بتكون، لأنه في ناس بيفترضوا إنهم تنويريين، لأنه الكلمة بتاع التنوير دي كلمة بتديك فرقة، تحس نفسك إنك فوقي على الآخرين. فبالتالي الاستخدام بتاع الكلمة دي أنا قادر أفهم عندها صياغات تاريخية قديمة ويعني بترمز للتغيير وغيره. لكن لما نقول الجهة التنويرية مثلا أو الجهة اللي بتعمل التنوير، فبالتالي نحن بننفي إنه باقي الناس هم زي قوة ظلامية مثلا، تمام؟ فبالتالي بيحصل خلل في الديمقراطية ذاتها على شكل القواعد مثلا كلجان مقاومة وغيره. الحاجة الثانية داير أقولها إنه الثقافة عموما أو التنويريين ديل ذاتهم كان عندهم امتيازات، لأنه لما نتكلم في تاريخ السودان قديم إنه قلنا الثقافة كانت أحسن، الوعي كان أحسن. ليه؟ لأنه المجتمع كان إكسبوز لثقافات، بقول لك الخرطوم تقرأ وغيره، الزمن ده كان في إكسبوز لثقافة يعني كتب غيره. أيوه. ميديا، تعليم زي ما قال أستاذ فيصل غيره وهكذا. فبالتالي ليه هسي حصل تراجع في مستوى الثقافة؟ لأنه زي ما قالت أستاذة هبة إنه كانت سلسلة من التراكمات، تغبيش الوعي وقمع حريات وغيره، أو حتى يعني حصل تحجيم للثقافة ذاتها في أنه الكتب، الميديا، الغير وكذا. في نفس الوقت زي ما ذكر أستاذ عمر أنه الميديا هي بتشكل برضو مفهوم الديمقراطية والثقافة. يعني مثلا في الميديا كان عربية ولا سودانية أو غيره، طوال عندنا الفكرة بتاعت القمع والسلطة والسلاح والغيره هي الفكرة بتاعت البطولة. نحن ما بنشك يعني نحن ما بنتكلم في الميديا حقتنا عن الديمقراطيه. ريسنتلي شايفه في السودان يعني شايفه الشباب حاولوا يتكلموا عن التعايش السلمي وحاولوا يعملوا فيديوهات ظريفه. حتى الالتراس والثقافه برضو بتخش فيها الرياضه، المشجعين الغير والناس بتحاول يعني. لكن في نفس الوقت ما عندنا يعني تنظيم زي ما قال اللي هو الحاجة الشمولية اللي جابها مثلا نظام الإنغاز أو غيره. هسي نحن ما مرتبين زي زمان. لكن ليه في فئة حاصل لها تنوير أو هي عندها التنوير وفئة لا؟ لأنه عندها امتيازات اقتصادية، اجتماعية، نخبوية معينة. فبالتالي نحن عشان يحصل التنوير مفروض يحصل نفس الأدوات اللي خلت الطبقة دي هي تتحصل على التنوير، الطبقة الثانية يجيها تعليم، ثقافة، غيره وهكذا، عشان أصلا الفكرة بتاع الديل التنويرين وديل ما متنوع هي ذاتها سبب الخلل بتاع الديمقراطية يعني عندنا. الفرق في ممكن نقول الحظوظ، خلينا نقول، او التوزيع بالضبط. ايوه توزيع الامكانيات هو مختلف ما بين الاقتصاد والادوات. جميل. اللي بتساعد في الثقافه وفي التنوير الديمقراطيه هي ذاتها منعدمه. جميل. لازم تكون متساويه. جميل. شكرا 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 لك يا عنان. عندك ايوه طيب ناخذ دي. طيب اهلا بك. نور الدين يوسف حسن، طالب كلية الهندسه. نور الدين يوسف حسن. نور الدين اهلا بك يا نور الدين. طالب كلية الهندسة جامعة السودان. يا هلا. زي ما اتفقوا ضيوفك الكرام والشباب انه الوصول للديمقراطية لازم يكون في تثقيف وفي تعليم، بس تكلموا الشباب والضيوف برضو انه التثقيف يكون للمواطنين.
فيعني التسقيف ليه ما يكون للجهات يعني للقوات النظامية. أنا زي ما شايف إنه في يعني في القوات النظامية كلها الجيش أو الشرطة أو الدعم السريع بيكون في مناصب يعني وحساسة جدا الناس المزولة منها ما متعلمين ما مثقفين. فأنا بقدر أحل المشكلة كيف يعني إنه أسقف الجهات المزولة. وفي التعليم برضو بجد في القبول للجامعات يعني أقل نسب للمعلمين نفسهم يعني يعني النسب بتاعت كلية التربية ما زي يعني الطب ولا زي الصيدلة ولا زي فبقدر أحل المشكلة دي كيف أعالجها في التعليم نفسه في القوات النظامية. حلو جميل جدا. طيب سؤال تمام. في سؤال من الجهة دي عشان نخلص من جهة وبعدين نجي للجهة الثانية. عذرا تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام. عزام حيدر الجدال. عزام أهلا بك يا عزام. أنا بدي أتكلم عن النقطة بتاعت إنه هل يمكن صناعة ديمقراطية من غير التنوير؟ أنا يعني ابتداءً دار أتحفظ على كلمة تنوير ذات باعتبار إنه هي المصطلح ده ويعني برمز لثقافة معينة. ممكن يعني إحنا لو جينا عملنا له إعادة أدلجة وكده يتماشى معنا، لكن هو يعني مرتبط يعني في أذهان الناس الثانية يعني بحاجة معينة يعني بثقافة معينة ثقافة التنوير. ويعني أنا يعني ممكن استعيد عن المصطلح بتاع التنوير بالمصطلح بتاع التسقيف. انه احنا نعمل اعاده بتاع التسقيف للمجتمع، والعمليه دي بتقع هي على عاتق المثقفين الوطنيين وبتقع على عاتق الاجهزه الاعلاميه والاعلاميين، وحتى يعني زي ما ذكر الاستاذ قبل انه السينما أيوة. والمكتبات والدراما وحتى الاغاني. يعني عندنا احنا اغاني تراث كبير يعني ده بساعد في 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 العمليه بتاعت التسقيف. يعني زي زمان اذاعه ام درمان دي كانت اشتغلت شغل يعني ما شاء الله يعني ساعد وكذا. جميل. ف نحن يعني لابد انه نرسخ للمفهوم بتاع الاختلاف انه يزول بيختلف عنا، ودي سنه يعني من سنن ربنا سبحانه وتعالى، انه ربنا سبحانه وتعالى او هي ايه من اياته انه يعني خلق الانسان ده مختلف. ايوه فانت يعني يعني قبوله واجب. جميل جميل جدا. اذا عزام وعنان تقريبا بيتفقوا في مبدا انه التنوير ككلمه ذاتها ممكن يكون استخدام المصطلح متعالي الى حد ما، فنجي نناقش بعدين كل الكلام اللي اتقال. تفضل. اهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. ميسره عثمان سعيد. اهلا بك يا ميسره. طبعا الثقافه والتنوير هو موضوع متشعب وممكن يكون في اختلافات فيه كثيره. يعني ثقافه مثلا ممكن تكون ثقافه سينمائيه، ثقافه صحفيه، ثقافه في شتى المناحي، ولكن الاهتمام والثقافه بالثقافه نفسها والتنوير في السودان بيكون عامه راي الناس بيجنح دائما للمسائل السياسيه باعتبار الاحوال اللي عايشينها في الوقت الحالي. يعني شايف ان احنا في السودان مفتقدين ل التنوير بشكل كبير جدا جدا. كويس. ممكن الشخص يكون مثقف وبيتكلم بشكل ممتاز جدا لكن لم يسمع كلمه مثلا علمانيه بيفتكر مباشره انه هذا الشخص كافر. لما بيسمع كلمه ديمقراطيه ممكن يفهم انها نوع من الفوضى. ايوه. ممكن شخص يعلق بشكل معين فيه شيء من الالتزام، بعض الاشخاص ممكن يفهموا انه شخص داعشي. صحيح. ف الأحادية في التفكير انه اقصى اليمين او اقصى اليسار بشكل حاد بيفتقد للوعي نفسه، بيفتقد للتنوير انه يا اخي لا، في وسط ممكن شخص يكون منفتح في اراء ولكن ملتزم دينيا، ممكن شخص يكون يميل للحريات ولكن ليس منحل. فدي نحن محتاجين لانه يكون في معارف. احنا عندنا كميه كبيره جدا من الصحافه. أيوه. عندنا قدر لا بأس به من القنوات الفضائية. محتاجين لوسائل أكثر، لوسائل تنزل للناس بشكل أقل. يعني لو مثلا المذيعين القنوات الفضائية بيتكلموا حتى يمكن اللهجة ممكن ناس كثيرة جدا ما يفهموها. ممكن تكون في مصطلحات كثيرة جدا، ناس كثيرين جدا تحت ما بيفهموها. فعدم توصيل المعلومة لهم بشكل سليم ده بيجعله ممكن يكون سهل الانقياد لأي شخص ثاني. انه يزرع له معلومات معينه في راسه وهو يقودها وينطلق لها ويتماشى معاها بل يدافع عنها لانه قدر يفهمها. بس لانه قدر يفهمها
بالضبط كده كويس. عدم وجود رأي للشخص هو وصل له بنفسه يجعل نهب لشخص آخر ممكن يزرع عليه كمية من الأفكار هو غير مؤمن بها، ولكن مجرد وصلت له المعلومة بشكل جذاب أو من شخص ممكن يتحدث بشكل جيد. لبقوا مناسب جميل. شكرا جزيلا. وصلت المعلومة. شكرا. شكرا لك يا ميسرة. السلام عليكم وأهلا بك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. خالد هشام موسى. التحية لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة اللي ممكن نكون بسببها الآن إحنا قاعدين بنتناقش عن الديمقراطية. القصة دي لو كانت في زمان الإنغاز كان حيكون في شوية بتاعت اعتراضات وكده. الدار أقوله أول نقطة، الديمقراطية عشان تكون مستديمة عندها جوانب كثيرة، ما جانب بتاع التنوير فقط. يعني مثلا نتكلم بكل وضوح، جيش محايد، الجيش في أي دولة لما يكون جيش قوي وجيش محايد عن ممارسة العمل السياسي ده بيخلي إنه الديمقراطية ترسخ. لكن لما نكون في جيش كل ما الأحزاب تتصارع تمشي تحت مبيو وتجيب السلطة، دي إشكالية كبيرة. تاريخ السودان يعني مرجع في الحاجة دي. أغلب الناس اللي جو في الانقلاب جو عن طريق أحزاب يعني. صحيح. والكلام ده في أحزاب قالته وفي أحزاب نكرته. يعني دخول الجيش في العملية السياسية كان عن طريق الأحزاب نفسها اللي هي كانت كفيلة بأنه هي تجيب الديمقراطية. فللأسف كل ما تتصارع وتحس أنه هي ما عندها وجود بتمشي تحت مبيو. فدي النقطة الأولى. الحاجة الثانية، لما نتكلم عن الديمقراطية هي منتج إنساني يعني موجود في مجتمعات غير. صح. فلما تجي تفصل على المجتمع السوداني الحاجة ممكن تعمل ربكة، لأن في مجتمع محافظ، مجتمع متمسك بقيم إسلامية، متمسك بدين. الديمقراطية بتفتح الباب لكل الحريات، فالمجموعة اللي كانت محافظة بتتخوف من الحاجة دي، بتتخوف من إنه شكل الشارع بقى كيف، شكل التفاصيل، فبكون في لا شعوريا رفض للحاجة دي من غير هو ما يفهم، لأنه عارف، لأنه الأحزاب اللي قاعد تتكلم عن الديمقراطية. يعني مثلا قوى التغيير لما بعد الثورة كان مفروض يكون في تفصيل لحياة كثيرة، الديمقراطية كنظام بتاع التعليم، الديمقراطية كنظام كدستور، الديمقراطية كنظام بتاع قانون بيحمي حتى الناس اللي عندها موروثات. يعني انت ما ممكن تجي بين يوم وليلة تقول انا عايز اغير المناهج، انا عايز اغير الدستور، انا عايز اغير الحاجة دي. حتخلي الشعب اللي هو يعني الناس اللي طلعوا ضد الانقاذ كلهم ما كان كلهم رافضين الدين مثلا، أيوه. كانوا رافضين الظلمة اللي كان بيمارس باسم الدين. أيوه. فانت ما ممكن تستغل الحاجة دي وتجي تأسس لمنهجك انت من غير ما تراعي الناس. تمام. في هو بين المثقفين او السياسيين وبين الناس البسطاء في اجتماعاتهم، في لغاءاتهم، حتى في الدور بتاعتهم. يعني المثقفين تلقاهم بيعرفوا بعض السودانيين ديل. ليه؟ لأنهم بلفوا بعض، تلقاهم في الجبنة مع بعض، في الدور الثقافية مع بعض، حتى في الأحزاب مع بعض. تنميط هو أكثر. أيوة. فلازم يكون في أنت تكون مع الناس. أيوة. يعني جميل. التجربة بتاعت لجان المقاومة دي كان داير الناس يكونوا قاعدين معاه يشاركون. أيوة. في تفاصيلهم. أيوة. يقعدوا معاهم زي ما يقولوا في. أيوة. الانصهار مع المجتمع. أيوة. الحاجة الثانية للأسف الشديد أغلب الأنظمة الديمقراطية في السودان قاعد تكون هشة. عشان كده الناس دائما بتقول لك يا اخي خير زول مستبد. النظام لما يكون مستبد ويجي نظام بعديه ديمقراطي، النظام المستبد ده بيحاول يزرع في اذهان الناس انه الديمقراطيه عينه ليها دي الديمقراطيه عامله كده، أيوه. الامن يكون فاكي، كل التفاصيل اللي كان الناس عايشينها في امان بيقوم يفقدها. والحاجه دي طبعا جزء منها كبير مقصود عشان يرسخوا ليزول. طيب. انه عشان كده لما انت تتكلم عن نظام ديمقراطي يبقى انت المفروض تكون حريص تكفر الثغرات دي. أيوه جميل. عشان الناس تعرف انه ده شكل الحكم حيكون عامل كيف. شكرا. شكرا شكرا لك. شكرا لك خالد. ناخذ مداخله من الجهه. احنا عندنا دقيقتين لاي زول عشان نقدر ناخذ مشاركات مختلفه ونناقشها كمان لو سمح لنا الزمن بعدين. تفضل. عبدو ادم يحيى. عبدو عادل اهلا. خريج علوم سياسيه. اهلا بك يا عبدو. تفضل. من عنوان بالنسبه للثقافه والتنوير والمقاومه الديمقراطيه، فهي اصلا الثقافه والتنوير هي اساس لوجود نظام ديمقراطي. اذا فقط العنصرين الاساسيين اذا ما لا داعي للنظام الديمقراطي. ليه؟ لان انا بطور انه الثقافه هي كميه هائله من المعلومات. الشخص شنو يتلقى؟ كميه هائله من المعلومات، وتلك المعلومات ان كانت معلومات سياسيه واجتماعيه واقتصاديه او كذا، فكميه هائله من المعلومات دي هي تؤثر في اتخاذ قراره او في فكره او كذا في اي موضوع من المواضيع ان كان. فاذا اذا كنا نتحدث عن نظام ديمقراطي يترسخ في ذهن الناس انه تكون هناك ديمقراطيه متواصله ويحمي نفسه بنفسه، الحمايه نفسه بنفسه بتحتاج من المجتمع ذات ثقافته. ثقافته لازم يكون فيه ثقافه ملمه
بالجوانب السياسية الحقيقية. إذا كان المجتمع فعلا لو ما عنده التنوير الحقيقي وما عنده فهم بالنسبة للثقافة السياسية، إذا لا وجود للنظام الديمقراطي. مثلا أديك مثال بسيط جدا، بس في زمن بسيط، أديك مثال بسيط جدا. إذا كان مثلا المجتمع ما ثقافته قليلة جدا بالنسبة للنظام الديمقراطي، إذا لما نجي نتكلم عن النظام الديمقراطي تلقائيا النظام الديمقراطي بيقف على شنو؟ على النظام الميكازومي 50+1، انتهى الموضوع. إذا الغالبية العظمى غير واعيين بمفهوم النظام الديمقراطي، جميل، النظام فقد العنصر النظام الثقافي والوعي الموجود بالنسبة للنظام الديمقراطي. جزاك الله خير. حلو جدا. طيب ناخذ مداخلة ثانية. أهلا بك، جايين على كده. بسم الله. أحمد سليمان خاطر، طالب جامعي في كلية القانون جامعة النيلين. أهلا بك أحمد. قبل ما نجي في الموضوع بتاعة الديمقراطية والمقاومة والثقافة، لو لاحظنا الواقع بتاعة المجتمع السوداني ممكن نلقى فيه إشكالات كثيرة. نلقى فيه إشكال بتاع غياب عدالة اجتماعية، نلقى فيه إشكال اجتماعي تفكك بتاع أسر وغيره، نلقى فيه إشكال بتاع حتى فيه إشكال سياسي يعني. ممكن بنسميه من 56 لحتى الآن ما في دستور دائم في السودان. بنلقى في إشكال بين ممكن بنسميه بين أحزاب سياسية وعسكر. وأنا يعني دار شخص المشكلة بتاعت الغياب الثقافة الديمقراطية في الأحزاب السياسية ما في المجتمع السوداني. بنلاحظ يعني من 56 لحتى الآن بنلقى يعني معظم الانقلابات العسكرية، حتى في انقلاب 25 أكتوبر بنلقى نلقى السياسيين بيمشوا للعسكر ويقولوا اعمل انقلاب وكذا، ما بتلقى في عسكري برا ممكن بيعمل الانقلاب. دي اشكال يعني متمثل في الاحزاب السياسيه. وواحد من انا شايف واحد من طرق الحل ما هي التنوير، هو الاحزاب السياسيه نفسها هي طوأ بعمليه ديمقراطيه. يعني بتلقى بنادي في الفضاء العام الديمقراطيه، لكن في الواقع بتلقى الكلام في سمرنج يعني. والحاجه الثانيه برضه مفترض يكون في ميثاق بتعامل سياسي بين الاحزاب السياسيه والعسكر، بمعنى انه العسكر ما تحتاج بكون مجال محدود يعني، هو متمثل في العمليه بتاعت الحفظ الامن والدفاع. لكن بالمقابل السياسيين برضه ما يمشوا للعسكر عشان ينفذوا برنامج السياسي وغيره. والحاجه الثانيه المفترض يكون في وعي مجتمعي برضه على الاقل المجتمع السوداني يعرف تبعت الاشكال. يعني انت ممكن بتنادي بحل يعني بدون ما بتعرف الاشكال بتاعتك شنو. مثلا لو جينا للدكتور وعندنا زول مريض، اول حاجه يحاول يشخص الاشكال هو شنو، بعدين يحاول يدي العلاج المناسب. انا شايف الحاجه الوحيده ممكن هنا نعملها يعني هي ممكن نوعي المجتمع السوداني يعني بالاشكالات الموجوده. أيوة. سواء كان الاشكال الثقافي او الاقتصادي او السياسي وغيره. وشكرا. جميل، شكرا لك. ومداخله ثانيه اخيره للأسف حتكون. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ظلمنا الجهة اليمين يا جماعة، لكن للأسف. الاسم معاذ أحمد. تفضل. طالب محاسبة بجامعة دوران الإسلامية. مسألة الديمقراطية كعملية معاكسة للاستبداد. هنا يقودنا إلى سؤال التغيير، وسؤال التغيير بيقود لسؤال الثورة. كواحد من أدوات التغيير. طبعا الثورة والتغيير والديمقراطية معتمد على القاعدة الاجتماعية. انت عشان تقود ثورة محتاج لقاعدة اجتماعية ترتكز عليه. عشان تعمل ديمقراطية مستدامة محتاج لقاعدة اجتماعية ترتكز عليه. القاعدة الاجتماعية اللي انا بقصده الجمهور العام الغير منتظم في حركة ثقافية او في احزاب غيره. فالحركة القاعدة الاجتماعية ده لازم يكون عنده وعي. انت عشان تعمل ثوره تعمل تغيير القاعده الاجتماعيه لازم يكون حركه وعي. صحيح. انت عشان تعمل ديمقراطيه، لانه الديمقراطيه بيساهم فيه القاعده الاجتماعيه ده، القاعده الشعبيه ان شاء التعبير. لازم بشارك فيه الناس اللي بتنتخب، هي البشاري. بالتالي القاعده الديمقراطيه لازم يكون فيه وعي. انا طبعا لازم يميز ان القاعده الاجتماعيه خالويتها منتظم في حركات ثقافيه، في احزاب، في مجموعات فكريه او ثقافيه وغيره. جميل. وبالتالي هنا الدور بتجي على المثقفين، الناس المتصدين في احزاب وغيره، انه تعمل حركه وعي للمجتمع او قاعده اجتماعيه على الاقل يعني يستلم الديمقراطيه. الحاجه الثانيه برضه الديمقراطيه عشان تكون مستدام، واحد من المسائل المفتغر له في كده الديمقراطيه هي مساله بتاع التنميه. واحد من المسائل الرئيسيه اللي كان غائب في كل الديمقراطيات في المنطقه العربيه عموما
انه اي عمليه لقياب للتنميه بتعيد انتاج الحكم العسكري بشكل اخر، لانه الناس يعني في اغلبيه الازمه القياده الاجتماعيه قلت ترى يعني ما مثقف في عمليه الوعي ولا حر الرياض ولا غيره، وبالتالي الانظمه المدنيه البتجي يعني ما كان بيتم يعني بيهتم بقضيه التنميه، وبالتالي بتجي عمليه يعني بتعيد الفرصه للانظمه الاستبداديه ان تعيد من جديد ابر من التنميه. بالتالي مسائل بتاع حركة الوي ومسائل التنمية واحدة من المسائل الرئيسية. جميل. الممكن وقلينا بيساعدنا في الاستدامة عملية الديمقراطية. جميل. احنا شاكرين لك جدا، شكرا جدا لك ولكل الحضور صراحة، يعني طريقة الكلام وحتى كمان النقاط اللي انت ذكرتوها هي بالأهمية بمكان، وده السبب اللي خلانا انه تكونوا قاعدين معانا هنا. احنا كتبنا وجيبنا وعدينا، لكن منكم انتم برضو بيكون في اضافات حتى لوعينا احنا ولوعي كمان المشاهد والمتابع. احنا للاسف زمننا طبعا ضايقنا، احنا ثاني حنعمل تيك توك عشان الناس كلها تاخذ دقيقتين، فاعذرونا على عدم الانصاف. استاذ عمر واستاذه هبه، اول حاجه برحب بكم مره ثانيه، وكمان استاذ فيصل اذا سامعنا لسه، فبس كلمه اخيره تعليقا مقتضبا على التعليقات اللي انتم سمعتوها، يعني ممكن ناخذ 3 دقائق. كنترول قال 3 دقائق، فخلاص 3 دقائق. حنعمل تيك توك. تفضل نبدا مع نساء. اتفضل يا استاذ هبه. طيب انا يعني بتفق يعني تقريبا مع كل الكلام اللي قاله الحضور الكريم في الاستوديو هنا. عندي تعليق بسيط، انه الاهم من التثقيف او التنوير انه انك انت تعمل العمليه دي ذاتها، العمليه الديمقراطيه دي، يعني الوسيله التثقيفيه ذاتها لما تكون بالعمل يعني بتكون يعني بتساعد في نشر الثقافة الديمقراطية دي. يعني مثلا بالنسبة لجيلي يعني لفترة طويلة من الزمن، التنظيمات الحديثة أو الدولة التشريعية دي اللي هي أساس وعصب العملية الديمقراطية دي كان حاجة غامضة، يعني حكرا على نظام الإنغاز ما في زول بيعرف المجلس التشريعي ده بيحصل فيه شنو، ولا أنت المفروض تعمل شنو عشان تكون جمعية عمومية، عشان تعمل لك منظمة، ولا عشان تعمل لك نقابة، ولا يعني حياة دي حاجات غامضة. ويعني حتى يعني جزء كبير شديد من الناس زي ما ذكروا يعني الحضور الكريم توفرت لهم الامتيازات انهم هم يكونوا يعني يلقوا وقت يطلعوا ويقروا كده، هم ذاتهم الحياه دي غايبه عليهم في العمليه بتاعت انه يعني احنا نمارس الديمقراطيه داخل الاجسام السياسيه كلها، يعني لو كانت احزاب لو كانت غيرها، عشان يعني دي عمليه بتساعد في التثقيف، يعني الزول بيشوف الحاجه او يعني بيفهم الحاجه اللي قدامه، يعني بتكون اوضح له، وده برضه بيعيد الثقه في يعني في المجتمع ده انه الديمقراطيه دي ممكن تشتغل بعد الاحباط اللي بيحصل. وزي ما ذكر الاستاذ انه اصلا الناس بتخاف من التغيير، يعني دي حاجه طبيعيه في النفس البشريه انهم بيخافوا اي حاجه جديده، لكن لما تحصل وتبدا فيها بالتاكيد احنا ما حنصل لتجربه كامله او مثاليه، لكن المفروض نبدا الحاجه دي ما ننتظر يعني زي نتكلم عنها في مواثيقنا زي كانها مهمه ناس ثانيين وكذا. انا اسفه لو اطلت. لا 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 تفضل. الميكروفون لعمر. لعمر تفضل عمر. ما يا اخي اول حاجه انا شاكر جدا يعني للمداخلات كلها، يعني ممكن كلها تصلح لانها يكون فيها نقاش كبير يعني يعني وشاكر لهبه، يعني ممكن تكون ما دار اعيد الكلام اللي قالته لضيق الوقت، لكن يعني انا يعني ممكن اكون انتبهت جدا جدا لواحده من التعليقات اللي هي بتتكلم عن اهميه عمليه التثقيف او عمليه التنوير فيما يلي حتى القوات النظاميه والجيش وكذا، يعني الخيارات العدميه غير ممكنه، ليه؟ لانه يعني في اي دوله لا بد من وجود هذه الاجهزه، يعني سواء كانت اجهزه شرطيه او امنيه او جيش موحد طبعا وفقا للحياه كلها احنا بنعمل لها، لكن لازم يكون في تحرك شكله مختلف، يعني مش اقول انه في مقاومه وفي الناس متمترسه حول استرداد الدوله المدنيه، ولكن لابد يكون في قنوات ايضا لعمليه تثقيف اتجاه يعني معامله الشرطه مع الناس، والحاله دي موجوده لكن موجوده بشكل خجول جدا يعني. أيوة. وانا بفتكر انه المنظمات الحقوقيه وحتى الافراد وحتى الاعلام وحتى المؤسسات يجب انها هي تطرق ابواب هذه الجهات، لانها لازم الافراد بتاعهم يتلقوا نوع من التثقيف الحقوقي واللي علاقه بالديمقراطيه وحقوق الانسان، يعني دي حاجه ضروريه جدا. جميل. الحاجه الثانيه برضو الاشاره المهمه جدا اللي وردت انه 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 الحاجه المؤسفه يعني انه التنويريين ذاتهم او اذا سميناهم المثقفين يعني دعموا
أنظمة ديكتاتورية مختلفة، وهنا إحنا لازم نفتح هذا الجرح ونخرج الصديد ونخيطه مرة ثانية. ليه؟ لأنه يعني الحاجة دي زي ما قال تفضل الأخ المتداخل إنها على شواهد كبيرة جدا، وحاجة مؤسفة جدا إنه في تسارع على موائد السلطة وانفضاض حول المفهوم بتاع الديمقراطية وبتاع الدولة المدنية. متى ما أتت الفرصة الناس بيتخلصوا من كل المبادئ يعني اللي هم مفروض يكونوا مشبعين بها كناس مفروض يقودوا حركة التنوير وحركة الثقافة، وممكن عادي جدا جدا ينحازوا للأنظمة الشمولية ويكونوا سند لها زي ما شفنا يعني أمثلة قريبة يعني حتى هنا. والحاجة المؤسفة يجروا معاهم كمان علينا برضو نعترف يا فاطمة إنه حتى يعني أنا مهتم جدا بالأمثلة يعني في هذه الحلقة، يعني برغم إنها هي قايمة على الموضوع يعني هو فلسفي وعميق ومعقد يعني، لكن الأمثلة تكون مباشرة يعني. حتى في الثورة اللي جابت لنا نظام انتقالي كان في إخفاقات كبيرة فيما يلي عملية الديمقراطية ذاته. أيوة. يعني حتى الناس اللي جوا عن طريق الثورة هم برضه أخفوا في اختبارات كبيرة جدا فيما يلي تحملهم يعني الاختلاف. والتاريخ طبعا ما حيرحم للأسف. أيوة. لازم تتعاد الحياة زي ما قالت. أيوة. نعم برضو الحتة بتاعت التنوير ورجال المقاومة. أيوة. ودي كلها برضو في مشاكل للأسف. حتى داخل هذه المكونات اللي بتنادي لدولة جديدة في مشاكل بتاع التغيير. صحيح. موجودة حتى بيناتهم وشاهدناها يعني. صح. وممكن تكون في فرصة تانية نقدر للأسف الفرصة. أيوة هي بس مشكلتنا الفرصة إنها هي ضيقة، لكن كلام اللي اتقال كله كان كلام له يعني تقدير. أستاذ فيصل اللي سامعنا لو عندك كلمة أخيرة بس في دقيقتين للأسف تفضل. طيب اول حاجه انا سعيد جدا بالاعراف بتاعت الشباب اللي قالت زي ما بتنبي انه حقيقه مستوى الوعي متقدم جدا عند الشباب. يمكن دي واحده من نتائج الثوره، تقدم واضح في افهام الناس. يمكن ده يعني واحده من الحياة المؤثر لبرنامجهم وده السودان قدام. فيما يخص مسائل هل ممكن توجد ديمقراطيه بدون تنوير، انا اكد لك انه ما في ديمقراطيه ممكن تكون راسخة أو وسيطة بدون تنوير. مصطلح التنوير ذاته أنت لو راجعتيه تاريخيا هو ظهر في أوروبا بعد عهد بتاع الخطاب وبعد عهد بتاع سيطرة الكنيسة كان جدا جدا. ظهر المصطلح بتاع التنوير اللي هو ساد المجتمعات الأوروبية بالشكل العلماني الآن الأسي قاعد مستقرة في أوروبا بشكل كامل. فنحن حقيقة السودان قدام بنعتقد إنه التنوير هو السهم الأول هيخلي السودان إنه يبقى قدام. شكرا لكم وشكرا لضيوفكم الكرام وشكرا لتحت الفرصة. جميل جميل جدا، انا بشكرك والله التزمت بالزمن احتمال اكثر مننا احنا ذاتنا. شكرا جزيلا لك استاذ فيصل حسن، وشكرا كمان للاستاذ عمر عشاري، وشكرا لك هبه خضر. احنا سعيدين بوجودكم كنا وكان نقاش جميل، وشكرا للجمهور طبعا بكل تاكيد اضفتوا لنا لحلقتنا. شكرا لكل زول تابعنا حتى في يعني في ساعتنا الزمنيه. واحنا في ختام الحلقه الليله عايزين اول حاجه نسلم سلام خاص جدا على اي جي الفنان اللي عمل وخدم الثوره بفنه كثير جدا، ولكل زول لكل زول سوداني قدر انه بفنه بثقافته بمعرفته يطور في معرفه الناس ويساعدهم في انهم هم يتخطوا الفتره اللي احنا حاسين فيها دي عشان نمشي للسودان قدام بشكل يعني اكثر استناره ومعرفه ووعي وكمان تطور. فشكرا لهم وشكرا لاي جي بنسلم عليه. احنا بنعرفه بصوته اكثر مننا بنعرف اسمه ولا بنعرف حاجه، لكن صوته انتم لما تسمعوه هسه حتحسوا معي بانه زول احنا بنعرفه تماما يعني. فبنشكره حنسمع لحد ما الاقيكم ان شاء الله الحلقه الجايه كمان. بلاقاتي لطخت ملامح الايادي بتسرق النقط من المبادئ مخلوطه بالتعالي والتمادي. زمن سجم رماد بيحكم الفساد كتر فينا الممات والعمله في ازدياد. شبابنا نص صاح والباقي منه ضاع، يمكن يكون قدرنا انه نبتدي الصراع.